ارتفاع كبير عرفه منتوج البازلاء المعروف محليا في ولاية معسكر بالجلبان، وذلك بسبب شساعة مساحات غرس هذه المادة وارتفاع معدل المغياثية هذا الموسم، وذلك ما أدى إلى مشاكل عديدة لدى المنتجين من أهمها عندنا الوفرة تاع الجلبان وافرة واليد العاملة قليلة قليلة بالجهد. أيوة السوق هاني راه مهود قاع السوق مهود بالجهد قاع. ولحصر هذه المشاكل نظمت بولاية معسكر الطبعة الثانية لعيد الجلبان ببلدية عين فارس. واحنا الآن لابد بالتكفل من هذا بهذا المنتوج من أجل تثمينه وتسويقه ولما لا تحويل، يعني صناعة تحويلية اللي ممكن تكون في هذه المنطقة. ما كتشوفوا رانا في إطار فعالية الاحتفال في الطبعة الثانية، كل الفلاحين موجودين، منتجين، الإدارات المعنية، متعاملين اقتصاديين. تم زرع يفوق 8000 هكتار، عندنا بريفيزيون دروندمون ولا توقع مردود ب 30 قنطار في الهكتار. يشار أنه على هامش هذه التظاهرة تم عرض نشاطات مختلف المؤسسات الاقتصادية التي لها صلة بعمل الفلاح.